هم ذبحنا ورجعنا وراجعين كل غنيمة دابا. الحال في الحاطة مي ديال الطوموبيل ديال عبد العلي باش نحيدو نديرو في الثلاجة ياك واحد الا مكانش تدخل ليه شوف شوية غادي نفوتو في الثلاجة. معناها السبانة صافي خصنا نحطو شي فوطة شي فوطة اللي ما عندنا ما غير بها غرض نحطو في كوزينة نحطو بوك من اللحم. راه راسك تبنى في شي واحد عزمي ابو عشكم مع لاس اش انا غادي تواحد راه زين ها فاهمين انا وياك واش هي راه قلت لك راسك اكزاكتلي ابلاص هو كاين راه كانوا مازال انا قلت لي وي هاف مور هذا راه الناس مازال ما عرفوا به باش يحولوا بالناس كثيرين ها انا كثير 60 دولار احنا عندنا الجرون ها هاد ديالنا فيها الجرون السلام عليكم رحيم عبد الرحيم مبارك سعيد.